السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم. اليوم بغينا نهضروا على اللي وقع في المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي في دور الثمون تقسم عن طريق فريق البنين اللي كان ممكن خذ المباراة بجدية أكثر وعرف أنه كيف يسوق المباراة إلى آخر دقيقة ضربات الجزاء اللي كان هو موفق. المشكل ماشي هو صراحة بالأساس، المشكل غادي نهضروا عليه ضري هو أن الفريق الوطني أو أن الناس اللي باغيين يركبوا على الموجة وطالعين وانت حمار وانت ما عندكش الروح الوطنية، ما كنظنش بأن أي واحد في الفريق الوطني أنه يقل أهمية أن كلهم أنهم عزيز عليهم درابو أنهم تيتقاتلوا من أجل القميص الوطني. كتبقى واحد النقطة هو أن كاين واحد الاشياء اللي واحد الخلل اللي خصو يتصلح داخل الفريق الوطني. كاين ناس اننا خصنا مثلا ما عطاوهمش الصراحه ما عطاوهمش حقهم كلاعبين محليين، او ان بعض اللاعبين اللي الصراحه ما خصهمش ان يكونوا متواجدين داخل الفريق الوطني، ماشي لانهم مثلا انهم ما كيتقاتلوش على القميص الوطني، وانما صافي الفرصه ديال جا الوقت ان باش ياخذ واحد اخر انه ياخذ الفرصه ديالو باش يبان حتى هو كذلك. المهم هادين بالاشياء اللي هي انها تصلح داخل الفريق الوطني. ما شفناش فريق وطني انه كيتقاتل داك الروح القتاليه اللي كنا كنت متعودين عليها في كاس العالم. ما شفناش واحد الفريق الوطني اللي خدا الامور بجديه اكثر واكثر. ما شفناش لاعبين اللي ما كانوش يكون في اليوم ديالهم. هذه مسائل هي لو وقعات، ولكن المشكل ملي كيوقع المشكل خصنا نشوفوا شنو هو الاشياء اللي نقدروا نحلوها. ما نجيوش مثلا نهزوا فيديو نهزوا التليفون ديالنا ونبقاو كنسبوا وانت حمار انت ما راه شنو الله يلعن والديك الله يلعن هذه كتسمى قله الادب من هاد الاشخاص اللي باغيين يركبوا على هاد الموجه، وانهم كيعتبروا راسهم انهم اشخاص انهم مؤثرين داخل السوشيال الميديا وداخل وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى ان شاء الله ان تكون العقليه ديالنا اكثر واكثر. صح كانت اخطاء وكانت بزاف ديال الاشياء، ولكن ما ننساوش بان هاد اللاعبين حتى هما اللي غادي نسبوا لهم والديهم، او اننا غادي نبقاو كنسبوا فيهم حتى هما راهم عندهم والديهم بحالنا، حتى هما راهم كيتفرجوا حتى هما كيتاثروا حتى هما عليهم واحد الضغوطات. ماشي انه مثلا لانه كان السبب ديالو انه خلى الولد ديالو انه مثلا ما ياخذش جنسيه وحده اخرى وانه فضل انه يلعب بالقميص الوطني، فما نتمنوا مع الله اننا هاد العقليه ما خصهاش تكون العقلية المتمردة ولا العقلية ديال هاد الناس اللي كيحاولوا انهم يستغلوا يركبوا على الموجة وانت حمار وانت ما عارف. بكل صراحة ملي كنشوف هاد النوع ديال لي فيديو يا سمول كوفي، ملي كنشوفوا هاد لي فيديو هادو كيعبر على واحد المستوى الذي كرة القدم فيها الربح وفيها الخسارة وفيها التعادل. ماشي اي فريق الا صافي ما خسر راه كنوضوا عليه القيامة. خصنا اول حاجة دابا غادي نرجعوا لواحد الاشياء اللي هي مهمة. كاين بعض المسائل اللي خصها تتحل داخل الفريق الوطني. كاين اخطاء، كاين مثلا تسيير، خصنا ندير واحد المراجعه، ولكن مراجعه عقليه، ونحاولوا نعطيو الاطر اللي هي نعطيو مثلا فرصه الناس واحد اخرين حتى هما باش يبينوا على علو الكعب ديالهم. وهذه فرصه صراحه للاعبين الوطنيين او بعض اللاعبين اللي هما صراحه تظلموا انهم باش ان شاء الله باش يكونوا ان شاء الله مستقبلا. نتمنوا من عند الله. انا فقط الرساله ديالي هو اي واحد ما يطلعش ويتمادى ويبقى كيسب في والدين هذا ولا كيسب فيهم، لانه بكل صراحه قررنا نقولها انهم حتى هما راه كيتفرجوا فينا كيتاثروا معنا كيفرحوا ملي كنشوفوا المنتخب الوطني يربح كنفرحوا له كاملين، ولكن ماشي ان نهايه العالم ان نكونوا الناكر الجميل وان الفريق الوطني صافي خسر كنقولوا نهايه العالم ونوليو كنتسبوا، ولا ربحوا نرجعوا كنقولوا هذا الفريق عندنا هو احسن فريق وغايدير وغايفعل ويفعل. فرسالة للجميع، الواحد ما يقللش من العفة ديالو من زج من الأسلوب ديالو. كرة القدم هي هذه ربح وخسارة. بالتوفيق للمنتخب الوطني، نتمنى إن شاء الله أنها تكون درس ليهم ودرس للفرق الثانية أن ما نديرو حتى شي فرقة في كرشنا وناخذوا واحد الأمور بسهولة. بون كوراج ولا هارد لاك للمنتخب الوطني. زياش صراحة ما نتمنى أننا صراحة واحد اللاعب اللي عنده ومازال إن شاء الله يعطينا مستقبلا، ما كانش في نهارو ضيعوا بزاف اللاعبين اللي هما كبار وضيعوا صراحه ضربات الجزاء وضيعوا صراحه بينالتيات في الفينال ديال ماشي في كاس العالم ولا كاس اوروبا. هذه هي كره القدم، فالاخطاء كتحل. حتى اللي درنا النقد يكون نقد بناء ماشي بواحد الاسلوب اللي هو
اسلوب منحط تبقاو كنسبوا وكنلعنوا ولا ربحنا نرجعوا كنشكروا. فالسلام عليكم، انا رساله المنتخب الوطني، نتمنى ان شاء الله ان تصحح الاخطاء ونوقفوا على الاخطاء ديالنا ونحاولوا نصلحوها ونحاولوا نهتموا بالشباب اللي هو طالع، لان عندنا واحد القوه كبيره ما كنستغلوهاش، ونحاولوا نهتموا كذلك باللاعب الوطني لان عنده الكثير. فبونكو على الجميع، وصراحه نتمنى ان شاء الله نصحوا الاخطاء ديالنا ونشوفوا منتخب قوي مستقبلا. عندنا لاعبين زوينين، ما نحطموهمش بالسبان، ما نحطموهمش بالكلمات اللي هي ما كتنزلوا واحد المستوى منحط، يكون واحد الكريتيك، ولكن كريتيك يكون بناء ان شاء الله. وبونكو على الجميع.